وديجا فرحانين نجيو نلعبوا في طنجة بحال اللي كنقول مع الرئيس غنحاولوا نلعبوا ايما ديما في ستاد عندنا بزاف ستاد في المغرب مراكش اكادير طنجة المنتخب ديال اي مغاربه بغينا صراحه الجمهور ديال كازا ديما في مستوى حق بغينا بحال اليوم جينا للشمال جمهور كبير تاهما واخا بحال ولو جاوا من البلاد كامل باش يتفرجوا مع التيفو بني الماتش يمكن في العالم كاملين تفرجوا في الماتش ماتش مع 11 في الأوروب الجمهور في مستوى الفرقة في مستوى اليوم الحمد لله كان بينهم للكرة المغربية هي زادة القدام وبغيت بحال اللي قلت قبيله غنعاودها شكرا للجمهور زعما انا ماشي كيفاش كنقولوا بالعربيه ايتوني الجمهور ديالنا ديما كبير